احنا عندنا سميشة شابة حتى لتما. السلام عليكم خاوتي، على كل حال جاسبر كتكونوا بيان وتكونوا ابا. انا لقيت لكم الحل، وحل مهبول ما عندي ما نقول لكم. الميساج هذايا انا ديريكت مول سعيد بوتفليقة، فخامته نيميرو دو، والسلال بوشوارب وكومباني. بون الحل سي فاسيل، الحل ساهل ماهل ما عندي ما نقول لكم. كاين 40,000 نسمة في الجزائر، ياك هكذا اتفاهموا مع ربع دول اللي ما عندهمش الغاشي، واعطيو لهم 10 10 10 10 وتقعدوا نتوما في البلاد خير ما تضيعوا هادوك اللي مقعدين دراري صغار تضيعوهم تاني، هما عندهم مستقبل في بلاد واحده اخرى. اعطيو 10 لقطر، 10 يا سيدي ما يروحوش لاوروب، اعطيوهم غير البلدان العربيه لدبي، اديو 10 للسعوديه ويا شكون اللي يطيح للسعوديه. اعطيو لهم 10 تفهموا معاهم، اعطيو لهم 10 تتهناو تتهناو من الجزائر، تقعدوا غير نتوما في هذيك البلاد. ولا واش قلتو؟ انا على حسابي حل هذا الحل سي لا سول سوليسيون، يا تخرجونا كاع انفا، يا تخرجوهم كاع يا تخرجوا نتوما، هيا خيروا تخرجوا نتوما ولا تخرجوهم كاع، ولا حبيتو تقعدوا خرجوهم كيما العجايز والشيوخ كاع، اديوهم كاع للسعوديه، ديروا فيهم مزيه كي تديهم كاع السعوديه، بتات ربي يغفر لكم. لا جوناس خلوهم يروحوا يشوفوا حياتهم في جهه واحده اخرى، باسكو هذيك ماشي بلاد. مانيش نقول ماشي بلاد، انا جزائريه ونفتخر باني جزائريه، بصح البلاد ما ولاتش بلاد، ولات مزبالة قاعدين يسيروا فيها الزبالين حشاكم، السراقين المنافقين، الله يعطيهم العذاب والله لا يتربحهم ان شاء الله. يا اليهود انتو هما اليهود، وانتو هما الكلاب، وانتو هما جدكم. بون ديرو حل لا جوناس هادوما، الشيوخه شيوخه بعتيهم للسعوديه، ولا جوناس شوفوا وين تبعتوهم، وكيحبوا يشوفوا والديهم يروحوا لهم للحج. ولا واش قلتوا؟ هيا السلام عليكم، والله لا يتربحكم ان شاء الله يا حكومه، يا حكومه ميكي، يا فخامته على بالنا بلي سعيد يموت، يموت خوك على بالنا بلي انت تطلع حبين يسمى جزائريين حبوا ولا كرهوا، باسكو جوسكا بريزون مازال ما ناضوش ومازال ما داروش ما داروش المخ السلميه، يسمى انت راك راح تولي بريزيدون، حب من حب وكره من كره، وما ديروش حاجه يا جزائريين، راهو سعيد اللي يولي بريزيدون. ديجا كاين هذيك لا بيتيسيون، راهو النص الكبير زعما باش يولي بريزيدون هو تسنيات كاع في فرنسا، يسمى يا ما ديروش يا ديروا حاجه دوكا، يا جامي تنوضوا وجامي ديروا حاجه وتقعدوا كاع كيما راكم نسبيطارات، تقعدوا تكروفيو واحد في عمره 30 سنه سنانو طاحوا كاع، قاتلينو غير بالدخان، دخان 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 دخان، الماكلة طلعت، التريسيتي طلع، الغاز طلع، كلش طلع، بون خليها هنا باسكو كما ديروش كما ديروش المخ السلمية، ما تفهموش بيناتكم يا جزائريين، والله العظيم غير جامي تفهموا. وكما قلتها النهضرة على العرب بون جينيرال، اتفق العرب على ان يتفقوا،
بصح كاينه حاجه واحده حبيت نقولها تاني في هاد لا فيديو. الرئيس تاع الترك شابو استعار بيه وحدو دخل لسوريا وحدو، قال كان اللي نقتل نحي هذاك بشار الاسد ونعطيها للشعب نستعرب به. دخل لو 24، شحال رانا اليوم؟ استغفر الله يا ربي، رانا لو 30، رانا 30 في الشهر، عنده 6 ايام وهو في واسمو يضرب، وراهو داخل ويلحق حتى لسوريا ويلحق حتى لتما ويقتل هذوك العسكر تاعو كاع. هذاك نستعرب به دار هدا، وحنايا هما ما يقراوش العربيه التراكه مسلمين على كل حال. بصح لو قتل 800 الكردي الشيعيين قتلهم، شابو خويا الله يعطيك الصحة. وحنا الشيعة في الجزائر عندهم مساجد تاع سكيمي في الديار، نعطي لكم نجيب لكم لا فيديو تاع الشيعة خاوتي، هاي معمرة بالشيعة في الجزائر، معمرة بالشيعة في الجزائر باسكو جابوهم منا اليهود الكلاب تاع الحكام. هيا السلام عليكم، الله يعاونكم.